أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحمل الجمعة 16 أبريل 2021. عليك الانتباه هذا اليوم للميزانية، تجنب انفاق اموالك على اشياء ليست بحاجة اليها لمجرد رغبتك في اقتنائها. انتظر بضعة ايام قبل شرائها فقد تغير رأيك، لا داعي للتبذير. عاطفيا للمرتبط، نفسيتك الجيدة تنعكس بالايجاب على وضعك العاطفي. يوم جيد، لذا استغله بقرب الشريك. للأعزب، لا تدع المشاكل العاطفية تشغل بالك، قريبا تنفرج الأمور وتجد الحلول المناسبة. مهنيا، قد تنغمس اليوم في أعمال وأنشطة غير منتجة، فلا تترك عملك إلهام حتى يتراكم ويتحول لضغط على ذهنك. صحيا، الاسترخاء والابتعاد قليلا عن الضجيج أفضل علاج للنفس. هل خططت ليوم العطلة القادمة أو للسهرة اليوم؟ توقعات برج الحمل للرجل الجمعة 16 أبريل. لديك طاقة صحية وحيوية اليوم، حاول استغلالها بشكل مثمر. يوم مميز وناجح تتمكن من خلاله من التألق وتحقيق الإنجازات. لا تتردد في القيام ببعض الأعمال حتى تكون في المقدمة دائما. توقعات برج الحمل للمرأة الجمعة 16 أبريل. يلزمك فنجان قهوة فقط لاجتياز اليوم، لكن عليك تخصيص بعض الوقت للاهتمام بجمالك وجسدك. احرصي على كل ما هو مفيد لبشرتك وشعرك ومعرفة ما هي الطرق الصحيحة لذلك، والتخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجح دواء للبقاء مرتاحة. لا شيء يستحق منك أن تنفعلي وتسوري.